اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر فتته تشتيتا وفتته تفتيتا كمر والله يفتت الأكل إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم Mr. Shebani, what can you say about your feelings today? I am very proud of to be Libyan. And what does this day mean to you? This is the best day in my life. الثلاث شهور هذين ثلاث شهور هذين عندنا نحن كاينين ثلاث ايام لكن هو كاين 30 سنة عنده نحن ثلاث ايام لنا في الثورة لنا ثلاث ايام ثلاث ايام لنا وهو له 30 سنة يكفيه يرحل هو ذناه يربح يعدي خطانا يخلي لنا بلادنا نبو نعيشوا نبو نشربوا مية وناكلوا خبزة بس نحن وغايات الجهاد أسباب الله